بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزملاء في عربة النقل. نصل في هذه اللحظات إلى ملخص سباق هذا اليوم ضمن انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي في انطلاقات هجن أبناء القبائل في ليلة الرموز لسن الإذاع في مسافتنا 6 كيلومترات. دار التنافس والتحدي بين هذه الشعارات. أول الكاسات للبكار المفتوح الإذاع ذهب إلى زعبيل وإلى الشقي مع مزون لحمدان بن سعيد بن يابر. تهانينا والناموس. 8:55 جزئين من الثانية هو توقيت مزون والسلامات إلى زعبيل. شوطنا الثاني وبندقية القعدان المفتوح ذهبت مع متوكل واحد الشعارات القادمة من السلطنة علي بن سعيد بن سالم الزرعي. 8:50 ثانية وست أجزاء من الثانية. ثالث الأشواط وهو أول أشواط الإنتاج وكأس الإنتاج للإذاع البكار ذهب مع عنيدة لهدي بن بطي بن دميثان الشامسي وزاخر تحتفل بالكاس وبالتوقيت الأفضل. 8:50 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس. شوطنا الرابع ورابع الرموز وبندقية القعدان الإنتاج ذهبت مع حبيب لخليفة بن نصيب بن خليفة الخييلي بالتوقيت 8:53 وثمان أجزاء من الثانية والسلامات إلى الختم. شوطنا الخامس ما بعد أشواط الرموز تأتي غزلان في شوط المحليات الأصائل مؤكدة حضور شعار سعيد بن طبازة بن الدودة العامري ب9:09 من الثانية. شوطنا السادس للمهجنات الأصائل الإبكار ذهب مع حذاري لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي 8:57 و4 أجزاء من الثانية. تانينا والناموس لهالي السمحة. شوطنا السابع للمحليات الأصايل ذهب الجعدان مع الشارد لسالم بن مطر بن سعيد الدرعي والقطاع الجنوبي والقوع والرقيعات تحتفل بانتصار الشارد 8:59 جزء 1 من الثانية. تهانينا والناموس. ثامن الأشواط والمهجنات الأصايل قدموا من المملكة العربية السعودية ومن تبوك الورد ومن جزء لفالح بن حمود بن مطلق البلوي 8:58 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوط المحليات الأصائل وتسع الأشواط ذهب مع رحاب لعلي بن سعيد بن سالم الزرعي يؤكد النقطة الثانية إلى الأشقاء بالسلطنة 8:56 وجزء 1 من الثانية. عاشر الأشواط ذهب مع الإبكار المهجنات الأصائل مع التماس وقائد المصانع الجنوبية عبد الله بن غصاب بن مصبح رعي الطيرة العامري 9:03 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا 11 للجعدان الإذاع المحليات الأصايل يؤكد مياس النقطة الثالثة لهذا الشعار علي بن سعيد بن سالم الزرعي 9:05 من الثانية. تهانينا والناموس لأحد الشعارات القادمة من السلطنة والممثلة في كل التحديات والإثارة. شوطنا 12 ذهب مع المهندس وأحد الشعارات القادمة من السلطنة ومن الأبيض سيب بن سعيد بن شطيط الوهيبي من قدم المهندس 8:58 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا 13 ذهب مع صواب للمحليات الأصايل عامر بن محمد بن عبيد بعقر المزروعي تهدي صوابها لي الظفر ناموس هذا الشوط بتوقيت زمني مقداره 9:05 و9 أجزاء من الثانية. شوطنا 14 ذهب مع زريج لسعيد بن منانة بن غدير الاشتبي 9:02 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لهالي مرغم وزعبيل كذلك على هذا الانتصار. شوطنا 15 ذهب مع العازف لنابت بن حمد بن نابت بن محمد العامري بالتوقيت 8:59 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. آخر أشواطي هذه الأمسية أمسية انطلاقات يجن أبناء القبائل وفي سن الإذاع ذهب مع الشاب وهالي العين والمسعودي يحتفلون بهذا الانتصار بالتوقيت 8:59 5 أجزاء من الثانية لضاحي بن يمع بن سعيد العميمي. تهانينا والناموس. لقاؤنا يتجدد إن شاء الله في انطلاقات مهرجان
سمو ولي عهد دبي في يوم الغد في انطلاقاته جني أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقاية. شكرا عبد الله وادي مخرج سباقي هذا اليوم، استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.